تفضل. ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول، ما هي ركائز العبودية الصحيحة فضيلة الشيخ؟ أن يعبد الإنسان ربه مخلصا له الدين، لا يقصد رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل، ويتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في دين الله ما ليس منه،